سلام حبيباتي الغاليات، احنا مازلنا مع تحضيرات المولد النبوي الشريف لأم يوسف. راح توجد لكم هاد القريوش بمقادير اقتصادية ووصفة سهلة 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 وبدون خميرة كيميائية، وراح يجي كيما راكم تشوفوا مورق يقرمش دوغي يهبل. تبعوا مع أم يوسف كاع المراحل باش تخرج لكم هاد النتيجة بربي إن شاء الله، وخرجة ممتعة. في المقادير كيلا زيت 4 فرينة، كيلا سمن مخلطة مع شوية تاع الزيت، والفارينة 4، وعسل وجلجلة للتزيين ولافاني وقرصة ملح والزيت القلى، وتروني بالماء والمزهر. هادو المقادير اللي راكو تشوفو فيهم، دوك تبدا تخدم أم يوسف باش تشوفو معاها بالتفصيل. 3 وهادي الكيلة 4، درت لها لافاني ملعقة تكون كبيرة، درت قصة تاع الملح ماشي بزاف، وبدات تخلط في الفارينة مع هادوك لي زانغغيديون، درت حفر في الوسط وعمرت هاديك المقارين تاعها ولا السمن اللي كان دايب وبارد لازم تبردو. هاد القريوش الاصل تاعو الطريقه المغربيه، هادو ما لي ماروكان يخدموا بهاد الطريقه، القريوش تاعهم يجي بزاف بنين. وام يوسف عطات لها وحده مغربيه هي اللي عطات لها الوصفه، ديرها من زمان تعتمد على هاد الوصفه وتنجح لها، وما فيها لا خميره كيميائيه حتى ديري لاباط ترتاح وتخليها الغدوه من داك تخدميها ما يصرى لها والو، او كونترير الزيت تريح وتجي بزاف مورقه. هي ما تعجنوش، تلمو كيما كنت تشوفوا على صبعتي على راس صبعتيها برك هكذا، تلم العجينه مليح. كي تكون هذيك الزبده بارده ما تخافوهاش تتحبب، باسكو اي الفارينه بارده والزبده بارده راح تنطلق، ما تخافيهاش حاجه بارده مع سخونه تجم تمتم هكذا. هاي العجينه تاعها راح قبل ما تخليها تريح ديرها ديبول هكا صغار تاع 25 حتى 30 غرام، تحطهم هكذا يرتاحوا هكذا. احنا رانا نروريو فيهم باش تخليهم يرتاحوا، وتجي طريقه سهله بزاف، خير ملي تحطي العجينه كامل وتقطعيها وتضلي تمسي فيها بيدك راح تفسد. هكذا حبيباتي جابت الماشينه تاع الرشته ولا تاع البقلاوه اللي يفتحوا بها، وبدات تفتح بالعجينه بالوحده، دارتهم على شكل مربع وتفتحهم في العجينه في الماشينه في شويه تاع الخشين، ومن بعد هذيك الرقيق، ومن بعد تبدا ديرهم عشوائي، دير الشريط في 25 سنتيمتر، حوالي 25 سنتيمتر كيما كنت تشوفوا. ومن بعد تقرصهم من تحت تستفها وتقرصها من جهتين كيما كنت تشوفوا هكذا، وتقطع الزوائد وتجي الحبة مشرشفة وتجي مورقة. شوفوا كيفاش جات سهلة، الطريقة سهلة جدا. تفتح هذاك العجينة تاعها وتعاود تقطعها كيما شفتوها الخطرة الأولى، ومن بعد تحطها تريح شوية وتحط المقلاية تسخن. احنا ما حبيناش نطولوا بزاف الفيديو خاطر الطريقة راهي باينة، تفتحي تقطعي عشوائي وتقرصيهم لي دو كوتي، الشريط يجي في 25 سنتيمتر والعرض على حساب الماشينة كيما شفتو.
ومن بعد تقليهم، تحط الزيت يسخن مليح، شوفوا كيفاش يتنفخوا. الله الله، ما فيهم لا خميره لا والو، لاباط وحدها كي ترتاح راح تطلع هكدايا. جاو يهبلوا، شوفوا كيفاش راهم يتنفخوا. تقليهم هي باللون الذهبي شويه، اصفرار برك وتنحيهم، باسكو لو كان تخليهم بزاف بزاف راح تعاود لاباط دير روتور وتصغر لها الحبه وتيبس، مع تتنفخ تعطي هذاك اللون الشباب خلاص تنحي. ديجا الفرينه برك والسمن ما فيها لا بيض، ما فيها حتى مواد واحده اخرى اللي لازم يطيبوا. طريقه بزاف سهله وبزاف عمليه، وتخرج لكم شحال من حبه في كيلو تاع الفرينه، الله يبارك يخرج بزاف. هنا هاو صفار لها غير الاصفرار برك هكا، يولي شويه يقرمش تنحيه، ومن بعد مع العسل يزيد يعطي لا كولور تاعو تانيه هكذا حبيباتي. من المقلة هي تحطه في العسل، العسل ما يكونش سخون بزاف، يكون دافي. كي تحطي فيه هذيك الحبة سخونة هو وحده راح يسخن ويشرب العسل على السخونية باش يجي مليح. وهنا زدت له شوية تاع الجلجلان باش يلصق فيه مع العسل الجديدة. وهذه هي الوصفة اللي جابتها لنا أم يوسف، نقول لها يعطيك الصحة وانتي دائما راكي متألقة، وما تفوتك حتى فرصة تاع المناسبات، وتقدمي لنا غير الحاجة اللي بالطبع ويستمتعوا بها المشاهدين وتفيدهم، وان شاء الله يجربوها ويدعوا لنا بالخير. نقولكم صحة مولودكم، ونتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين، وما تنساوناش لي جام ولي كومونتير، وتروحوا تزوروا لنا في صفحتنا في الانستغرام. باي باي.